صباح الخير، راح أتكلم معاك عن الحظ. راح أقول لك من هم المحظوظين، من هم المحظوظين، إيش هي صفات المحظوظين، إيش هي أدوات الحظ. ولا تنسين، لا تنسين إنه ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلا نبدأ. صباح الخير وصباح السعادة وصباح السلام. طيب لو قلت إنه إحنا الآن راح ننتقل إلى المدرسة السحرية عشان نعرف إيش هي مؤشرات الحظ، إيش هو الحظ. فيه ناس ما تصدق إنه في حاجة اسمها الحظ، يعتقدون إنه الحياة صدف، والحياة أبداً مو عبثية ولا صدف، وما فيها شيء اسمه صدفة. والحظ ذكر في القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني الله أكد إنه الحظ شيء كبير، شيء عظيم. أكد الله سبحانه وتعالى أنه الحظ شيء مو بسيط. القرآن مو عبثي، وهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو لقيتي كلمة أيا كانت الكلمة هذه موجودة في القرآن، فعرفي أنه مو لها سبب، لها أسباب، وعرفي أنه مو لها باب، لها بوابات، ومو تفسير واحد لها، لها تفسيرات. طيب الحين أنا راح أتكلم عن الحظ بإيجاز، أو راح أقول إيش الأشياء اللي ممكن تكبر الحظ أو الأشياء اللي ممكن تعدم الحظ، خلينا كده نسميها. راح أقول لك الإنسان المحظوظ إيش هي صفاته. أول صفة من صفات الإنسان المحظوظ أنه المحظوظ يرفض التوقعات السلبية، يعني ما عنده أي توقع سلبي. ممكن الكلام هذا يكون أيه طيب أوكي عادي، لكن صدقيني الكلام هذا عميق وفكري فيه. الكلام عميق والكلام يستاهل أنه أحد شوي صغيلة شوي، بس لو أصغيتي شوي للكلمة هذه راح تلاقين أنها مو بسيطة. فأنه أنت ترفضين التوقعات السلبية، يعني أنا اليوم صار معي حدث، يعني أي كان، تعطل مثلا الجوال، أنا ما أتوقع أي توقع سلبي. أو مثلا طحت الكاسة، بعضهم يقول لما تطيح الكاسة أو لما ينكسر شيء أنه إيش راح يصير اليوم. لا، إحنا لو نبغى الحظ يمشي معانا بالاتجاه الصح، او احنا نمشي في موجة الحظ، احنا لازم نوقف التوقعات السلبية. يعني ما راح يصير الا الخير، اي شيء يصير لا، فيه خيرة، فيه سبب وراء حدوثه، بس هي خير. كمان التخلي عن افكار الفشل هي من طرق الحظ. انه انت تتخلين عن اي فكرة تقول لك لا هذا الشيء فاشل، أو أي فكرة نتائجها تقول لك فيه فشل. تخلي عن أفكار الفشل بشكل عام، التخلي عن أفكار الفشل. الشيء الثالث أتوقع هذا من أهم الأشياء، التوقف عن أحلام الحالمين. ما أحلم أحلام الناس اللي ما تسوي شيء. أنا ما أسترسل مع أحلامي وكل يوم أدخل في خيالات وفي أحلام بدون أرضية صلبة لها، بدون ما أحط لها أرضية خصبة. أنا أحلم أحلام الموهوبين. الأحلام اللي لازم تحلمها هي أحلام الموهوبين وليست أحلام الحالمين. أحلام الموهوبين أنه أنت تفكر في النجاح وتعمل أعمال بسيطة، بسيطة سلسة، راح تشوف علامات الحظ. لو اتبعت القاعدة هذه راح تشوف علامات الحظ. أحلم أحلام الموهوبين، أحلم أحلام الموهوبين، أفكر في النجاح وأعمل عمل بسيط سلس. ها هنا ركز أو ركزي، أعمل عمل بسيط سلس وصدقيني راح تشوفين علامات الحظ. طيب الشيء اللي بعده أنه أنا أبتعد عن المشاكل والنقاشات اللي فيها حسد. أبتعد عن المشاكل والنقاشات اللي فيها حسد للمرة الثالثة، أبتعد عن المشاكل والنقاشات اللي فيها حسد. يعني حتى لو أنا وصاحبتي قاعدين نتكلم ما نناقش شيء في حسد، يعني أوه هذه حظها أخ بس هذه تقصينها كده، قصيها من الجهتين وعمليها ديليت. ممكن تقولين أنه نقاش عادي، لكن النقاش هذا قاعد يتكلم بصيغة حسد، النقاش هذا أو النقاشات هذه لازم تطلعين منها تماما. طيب الشيء اللي أبغى أقول إنه أهم شيء أنا قاعد أتكلم عنه الآن، وهو من أعداء الحظ، تكدس الأشياء في البيت. تخيلي إنه مو بس من أعداء الحظ، يعني
هذا حتى من أعداء أنه أنت تكونين مبسوطة وتكونين مرتاحة، هذا من أعداء الراحة النفسية. تكدس الأشياء في البيت مثل الملابس والأحذية، أي شيء، المستودعات اللي يلاقيها مليانة، الغرف الخارجية اللي تكون مليانة أغراض وطاولات وأشياء مكسرة، بالذات الجزمات، بالذات الجزمات. يعني هذه من الأشياء اللي لا تكدس أبدا أبدا، يمكن عشان فيها سعي وأنتي قاعدة تعيقين السعي، يعني يا أما كبيها في الزبالة، وإذا كانت صالحة فطلعيها على طول. صدقيني هذه يمكن أكثر نصيحة، يعني بعد المكان هذا لو قفلتي الفيديو وطلعتي منه أنتي أخذتي الفائدة من الكلام كله. كمان إنه إحنا لازم نتخلص من الفوضى، أو نحاول إنه إحنا نتخلص من الفوضى في غرفنا، في بيوتنا، في الأحواش، في المستودعات. شوفوا الأماكن المقفلة اللي معنا في نفس البيت هي أكثر أماكن لازم إنه إحنا نحاول نخليها، حتى لو كانت مغبرة، حتى لو كانت فيها شوي كركبة، بس نتخلص من أي شيء إحنا ما نحتاجه. وأنا أعتقد وهذه قاعدة عندي، إنه شيء مر عليه سنة أنا ما استخدمته معناها أنا ما راح استخدمه. يعني مر عليه برد وحر وصيف ما استخدمته، مستحيل أنا أستخدمه بعدها. فخذوا القاعدة هذه. أنتوا عارفين أنه التخلص من الأشياء ورمى الأشياء هو يشبه التخلي، والتخلي يعني الاستغناء. يعني أنا أحس أني أنا في غنى عن الشيء هذا حتى لو كان شيء ذا قيمة. طيب الحين راح أقول لكم إيش الأشياء اللي تصنع الحظ. صدقوني أنه الحب من أكبر الأشياء ومن أسهل الأشياء الصعبة اللي تصنع الحظ. طيب كيف أنا ممكن أخلي الحب يصنع الأشياء، أو كيف أمارس الحب بحيث أن الحب يصنع الحظ؟ طيب أنه أنت تناظرين لكل شيء بحب، حتى كاسة القهوة، حتى جوالك، حتى سماعتك، كل شيء حولك تناظرين لها بحب. صدقيني النظرة هذه راح تفتح بوابات، راح تفتح أبواب، مو بس في الحظ. يمكن الأشياء اللي أنا قاعدة أتكلم عنها أنا قاعدة أنسبها للحظ، ولكن صدقيني هي الحياة كاملة، هي تناسب قواعد كثيرة في حياتك، لكن الحب يفتح بوابات كبيرة. راح أشرح لك كيف الحب يفتح بوابات. طيب أي شيء أنت تسلطين عليه الحب، أو أي شيء أنت تشعرين له بالحب، أنت قاعدة تسلطين عليه ضوء. الضوء هذا يعني مثلا لو انت تحسين انه انت حياتك او حظك متوقف، تمام، وبديتي تحبين الاشياء، بديتي تنظرين لها بحب، النظرة هذه قاعدة تسلط ضوء. الضوء هذا يخلي الحظ، الجذب، اي شيء قاعد يدله عليك. يعني انت في داخلك حب، يعني في داخلك بقعة ضوء. اذا كان محيطك مظلم يعني عندك مشاكل، وترى احنا كلنا عندنا مشاكل، ايا كانت المشاكل وايا كانت المعيقات، فانت قاعده تشغلين بقعه ضوء في داخلك. بقعه الضوء هذا اللي في داخلك ما راح يجي عليها الا الاشياء اللي انت تبغينها، ما راح يجي عليها الا الاشياء الكويسه، لانه البقعه هذه هي حب، والحب يعني مستحيل يجي ضده، ما راح يجي معاه او ما راح يجذب الا الشيء اللي يشبهه. الحب هو المرشد، هو المرشد لكل شيء جميل عشان يعرف طريقه لنا. القاعدة اللي بعدها أبغى أقول لك إنه الحظ دائما ينتظرك عند أشخاص خارج دائرة محيطك أو خارج دائرة أصحابك. حطي هذا الكلام أو حطوا الكلام هذا في بالكم، إنه دائما الحظ مو في المحيط اللي أنتوا فيه. لو في المحيط اللي أنتوا فيه كنتوا أشخاص محظوظين، لكن دائما الحظ هو عند أشخاص خارج الدائرة، خارج دائرة عائلتك، خارج دائرة أصحابكم. ومن أكبر الأشياء اللي ممكن أقول تجذب الحظ أو تجلب الحظ، طيب ركزي معي، لو شفتي أي شيء وانبهرتي فيه، مثلا شفتي عصفور أو شفتي حمامة أو شفتي مثلا نزل مطر وقلتي واو، تمام، لما تقولين واو هذه، لما تقولين الله، تمام، استشعري أنه الواو هذا هو أنت، استشعري أنه الواو هذا هو أنت. أول شيء أنت واو في خلقك، في كيانك، في الشيء اللي أنت تشوفينه، في نظرك. لو حسيتي أن الواو هو أنت، وبعدها الأشياء اللي طلعت علشان أنت أساساً واو، فطلعت لك الأشياء الحلوة. أتمنى أنه الكلام كان خفيف وكان حلو، وأتمنى أنه الكلام كان مفيد. أنا راح أرجع مرة ثانية وراح أفصل في مواضيع الحظ
الفيديو صار طويل، صار تقريبا 10 دقائق 10 دقائق. أتمنى أنه أنا قدمت شيء حلو. شكرا أنه أنت موجودة هنا، شكرا أنه أنت وصلتي معي للمكان هذا. أتمنى لو كنت مو مشتركة تشتركين بالقناة، حطوا لي لايك. أتمنى أني قدمت شيء عجبكم.